يا أيها الشعب الصومالي، انضموا إلى واقع صوب تي في. أولا بادئ ذي بدء أحيي الشعب الصومالي الذي دائما في حالة جهاد ضد الظلم وضد المؤامرات التي تحيط به من كل جانب. ثانيا، أنا كما ترون أنا شاب سوري وأحيي الشعب الصومالي لأننا نعيش الجراح نفسها، فهذه الجراح هي جراح عربية إسلامية بصفتها الأولى والأخيرة. انظروا يا أخوتي ماذا يحصل في الوطن العربي، إنها حرائق في كل مكان، وهذا لا يلائم أمتنا في أي شيء. فنحن أمة واحدة ونسعى إلى حياة كريمة. إخوتي الأعزاء، أنا أتكلم من هذا المنبر، منبر وغاسكوسو، وهذا المنبر يتكلم عنكم وهو يتكلم عن جراحكم. هذا المنبر هو دعم لكم، هو دعم لصوتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.